فلا تزال المصالح المختصة بتدبير الماء بالمغرب تشتكي من خلق الإسراف والتبذير في استعمال الماء لدى أغلب المواطنين، حتى إنها أنشأت لذلك تدابير مالية وإعلامية من أجل الحض على الاقتصاد في استعمال الماء، ومن أجل تخليق المواطنين بخلق الاقتصاد في تدبير هذه المادة الحيوية التي هي الماء. ولذلك فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أفادت توصية بالحديث عن قضية الماء إسرافا وتبذيرا من جهة، وما يترتب عن ذلك أو على ذلك من آثام، وكذلك خلق الاقتصاد في استعمال الماء من الوجهة الدينية الشرعية، وما يترتب عن ذلك من أجر عند الله جل وعلا. ونحن نقول اليوم بإذن الله، فكما أن الماء قضية وطنية فهو أيضا قبل ذلك وبعد ذلك قضية دينية شرعية. لكن ما العلاج الحقيقي لهذه المسألة؟ أيمكن فعلا لشتى التدابير التي أنجزت والتي لا تزال تنجز أن تصل إلى تخليق الناس بخلق الاقتصاد في استعمال الماء؟ وها هي ذي تدابير كثيرة فعلا قد أنجزت، لكن الجهات لا تزال تشتكي من خلق التبذير والإسراف. ولذلك نقول بإذن الله إن الأمر يرجع إلى ثقافة سيئة وخلق منحط ابتلي به كثير من الناس في هذا العصر، يرجع أساسا إلى ما يتلقونه من الإعلام نفسه من الحض على الطبيعة الاستهلاكية غير المتوازنة في شؤون الحياة كلها. ولذلك ما تبذير الماء إلا جزءا من كل من هذه الثقافة المدمرة التي تعلمنا غير ما علمنا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من خلق الاقتصاد والتوازن في العيش وأمور الحياة كلها. إذا كان الماء فعلا وكما هو معروف لدى جميع الناس وبمختلف كل الثقافات والجنسيات والحضارات هو العنصر الحيوي الأساس في الأرض، والله جل وعلا شاهد بذلك قبلهم وجعلنا من الماء كل شيء حيا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نستعمله لا في أمور العادة وحسب، ولكن قبل ذلك في أمور العبادة، حينما يكون الشيء لا يجوز لك أن تبذره في مجال العبادات فهو كذلك في مجال العادات من باب أولى وأحرى. لا يجوز للمؤمن أن يزيد عن الأربع في غسل أطرافه وأجزاء الوضوء الواجبة والمسنونة كما هو معلوم، وإلا كان مسرفا. يعني إذا كنت تتوضأ وتغسل أعضاء الوضوء الواجبة والمسنونة الأولى والثانية والثالثة، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ضربة ضربة، يعني يغسل مرة 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 واحدة لكل عضو، وضربتين ضربتين وثلاثا ثلاثا، وأجمع العلماء على أن من زاد على ذلك فقد أسرف. ولذلك نهي عن استعمال الماء بشكل غير منضبط حتى ولو في قلب العبادة، قال ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على شاطئ النري أو البحر فينبغي أن تتوضأ بالقدر المحدود شرعا. صحيح أنه أمر تعبدي، يعني الأمر يعني يرجع إلى حد حده رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن راه يعلمنا خلق، يعلمنا خلق حقيقة. وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع والصاعين، يعني أربعة ديال الأمداد، يعني أربعة ديال الحفنات،
من كفيه عليه الصلاة والسلام يعني بالتقدير بالتقدير والتقريب جوج لترو جوج لترو يغسل بهم النبي عليه الصلاة والسلام ديال الماء الاغتسال الكامل الشامل للعبادة ولرفع الجنابة. إذا كان هذا هكذا وهو كذلك يعني بالإجماع والتواتر على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن استعمال الماء بعد ذلك في أمور الحياة جميعا خليق بالمسلمين أن يكونوا في ذلك أكثر اقتصادا وأكثر حرصا على هذا المعنى. ولكن قلت العلاج الحقيقي هو نعالج داكشي اللي عندنا في المخ، وهو أنه عندنا ثقافة سيئة مدمرة، ثقافة الاستهلاك غير المنضبط غير الموزون المخالف لسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. المواطن الآن عنده واحد العقلية ديال أنه يستعمل يستعمل، ولذلك فهو يشتري يشتري. هذه الثقافة التي تسمى بثقافة العولمة الاقتصادية التي تعلم الشعوب التي لا تنتج تعلمها أن تأكل وتأكل وتستعمل وتستعمل، وهم ينتجون ويسوقون. هذا الذي دمر بيئتنا، وهذا الذي جعل المواطن فعلا لا يبالي بما يستعمل من الأشياء، لا في الماء ولا في الهواء ولا في كل الأمور ولا في الكهرباء ولا في اللباس ولا في كل شيء. ما دراك لو استعملت الشيء من اللباس أو من الآلات والأدوات ما دام صالحا وما دام يقضي حاجتك التي أنت تريدها أو تريده من أجلها، ولكن مع الأسف الواقع غير ذلك. يعني الإنسان عنده مجرد هاتف نقال، هاتف نقال فقط لأن مصيبة الموضة تبدلت فصار عند الناس نوع آخر يتخلص من النوع القديم ويشتري نوعا جديدا لأنه يخشى أن يعني يوصف بالتأخر والتخلف عن مسايرة الركب. هذه سرعة ومسارعة نحو الهاوية، الرابح هم الآخرون ونحن خاسرون بهذه الثقافة المدمرة. ما ضرك لو لبست ثوبا سروالا أو معطفا أو جلبابا ما دام هذا الثوب يسترك، ما دام صالحا للاستعمال، فلما إذن أنت تتخلى عنه من أجل ثوب جديد وشكل جديد تطرق به الثقافة الجديدة والسوق الجديدة؟ هذا عين الإسراف، وهذه هي الثقافة عينها اللي تخلينا نبذر الماء. لا يمكن علاج هذا الأمر إلا بمنهج كلي، أما نجي ونعالج فقط الماء داخل الثقافة المدمرة أقول مستحيل أي يمكنش. فإذا خص نوصلوا فعلا لواحد الإنسان الذي يستهلك، هذه القاعدة الشرعية، يستهلك بقدر الحاجة لا بقدر الشهوة، وفرق بينهما كبير. يستهلك بقدر الحاجة، أشتري كل ما احتجت، نعم آلة لباس يعني سيارة بناء منزل أي شيء لم يعد يوفي بحاجتي لي أنا إذن الحق الكامل في أن أبحث ما دام الله قد وسع لي في الرزق لي أن أبحث عن بديل. بديل ما بقتش هذه الآلة أو هذا الهاتف أو هذا المعمل أو هذه الماكينة أو هذه السيارة أو هذا المنزل، ما بقاش مسير الحاجات الحقيقية لا الوهمية، لأن الحاجات الوهمية إن هي إلا الشهوة والثقافة ديال الموضة المدمرة المخربة. فلما تكون الحاجة فعلا حضارية عمرانية احتاجها لأبني الحياة لي ولأبناء جيلي وللذين يأتون بعد، وهذا الآلة وهذا اللباس أو هذا الشيء الذي أملكه ما صارش كافي رغم أنه يعني صالح في مجاله لكن الصلاح دياله محدود انتهى. الآن أنا في حاجة إلى شيء يوفي بالحاجة الجديدة، نعم هنالك تشتري ذلك الشيء. أما أنه فقط خصني نبدل الصالون، علاش؟ لأن هذا الصالون دوز عندي 4 سنين، هذا تخلف، هذا التخلف الحقيقي. ما دام هذا الفراش لا يزال صالحا للاتكاء، ما يزال صالحا للاستقبال، يعني من حيث الوظيفة أقول من حيث وظيفته، واش الوظيفة ديالو باقي خدامة ولا لا؟ فما دام أن وظيفته لا تزال محفوظة فيجب الحفاظ عليه. أما لما تكون يعني المرجعية التي تدعوك إلى التغيير فقط أن الناس يدخلوا ويقولوا باقي هو عنده دوك المطارب ديال 1900 وكذا،
باقي عنده الطلامط ديال خمس سنين هادي. هذا قلت هو الذي دمر عقليتنا وجعلنا تبعا للآخرين. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان وسطا بين هذين، ما كان مبذرا مسرفا عليه الصلاة والسلام، وما كان بخيلا، بل كان عليه الصلاة والسلام لا تشتعل النار في موقده أو في بيته الشهر والشهرين، يدوز عليه شهر وشهران ما كاين ما يطيبوا، يعيشون أي آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام على الأسودين، الماء والدقل، الماء والتمر الرديء. ولكن حينما يكون الطعام ويكون الشراب فكان يأكل اللحم عليه الصلاة والسلام، ويحب لحم الكتف، ويأكل السريد، ويحب الحلوى، ويستعدب للحم الماء، إلى غير ذلك مما ورد في شيمه وفي سيرته وفي السنن الصحيحة الثابتة في شخصه وفي خلقه وسيرته عليه الصلاة والسلام. كان يكره بل يحرم أن يطيل الإنسان ثوبه خيلاء، يعني كان من العادة ديال الإنسان العربي في الجاهلية أنه يعني عادات كانت عندهم وأعراف أنه إذا لبس ثوبا يطيل ذيله، يخلي واحد المتر ولا جوج يجره من اللور، يعني كان هذا شأن الملوك ورؤساء القبائل والزعماء آنئذ للدلالة على الفخر والخيلاء. فكان عليه الصلاة والسلام يكره ذلك منهم، بل بغضه وأبغضه وحرمه. ولكن في الوقت نفسه لما رأى رجلا يلبس هيئة بذة بمزق ورقع غضب من ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: أليس له ثوب غير هذا؟ قطع الله رأسه. فسمعه الرجل وقال: في سبيل الله يا رسول الله. قال: في سبيل الله. واستشهد الرجل الغداة في المعركة. فإذن الشاهد عندنا أن ها هنالك توازنا في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يحب التبذير، ولكن في الوقت نفسه يكره البخل. فبقدر ما كان يكره البخل كان يكره التبذير والإسراف. هذا هو الوسط المسنون في الماء وفي غير الماء. فلو أن المؤمنين فعلا تفقهوا في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذوا بهذا المنهج العدل الوسط، لما كانت هنالك شكوى من أي جهة في استعمال الماء تبذيرا وإسرافا، ولا في استعمال الكهرباء، ولا في الاقتناء للأشياء التي لا ضرورة لها ولا حاجة لها بل ولا جمال لها، لأنه يعني الأشياء الجمالية هي أيضا ضمن الأشياء التي يحسن بالمؤمن إن وسع الله عليه أن يقتنيه وأن يستعمله. وقد ثبت حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فأن يرى الله جل وعلا أثر النعمة عليه لا يقتضي أن تكون مخايلا متكبرا متبعا لكل هاتف من أي جهة ومن أي ثقافة، بأن تغير زيك إلى هذا الزي، وأن تغير سيارتك إلى هذه السيارة، وأن تغير وأن تغير من أجل أي شيء، من أجل الاشتهاء. هذا المنطق مرفوض شرعا، وإنما كما قلت القاعدة أننا نستهلك بقدر الحاجة، الحاجة الحقيقية. هذا هو فعلا المعنى الذي يصلح فعلا أن يعالج مسألة الإسراف في استعمال الماء. فلا يمكن أبدا أن يعالج التبذير المائي والإسراف المائي منعزلا عن تغيير عقلية المواطنين، عن تغيير ثقافة المواطنين التي تسكنهم. هذه الثقافة التي في هذا المجال بالتحديد ثقافة استهلاكية تبذيرية، فبما هو يبذر الماء؟ يبذر في ثوبه، يبذر في طعامه، يبذر في لباسه، يبذر في سيارته ومسكنه ومشربه، حياته كلها تبذير. فكيف تستطيع إذن أن تعالج التبذير في الماء دون العلاج للتبذير في كل حياته؟ قلت: أمر مستحيل غير ممكن. علاج التبذير علاج الثقافة التي هي خلف هذا الأسلوب وهذا التصرف. وحينما تعالج هذه الثقافة، وحينما يشعر المؤمن بأنه يعبد الله، يعبد الله بالتصرف المناسب، التصرف المناسب في الاستهلاك، إذا اشتريت وإذا اقتنيت وإذا استهلكت، وقمت يعني فعلا
سدي الصغرتي وسدي الخلتي وسدي الحاجتي، فأنت عابد لله بهذا المعنى، سواء كان المقتنى ماء أو كهرباء أو سيارة أو لباسا أو أي شيء. مما لوحظ أيضا أن هنالك مشكلة تتعلق بسداد أسمنة الماء. يعني كثير من الناس عنده مشكلة في سد ذلك، ولذلك تتراكم عليه الديون ويؤدي ذلك إلى حرمانه من الماء. الدين في الماء هو الدين في التجارة، هو الدين في اللباس، هو الدين في كل الأحوال. يعني الذي عنده قابلية للاستدانة فإنه يتأخر في سداد حقوق الآخرين، سواء كان هذا الآخر شخصا حقيقيا أو شخصا معنويا، سواء كان شركة أو كان هو الدولة. يعني اللي عنده قابلية يتسلف والقلب دياله مطمئن أنه مسلف، ويعني ما عنده حرج ما عنده إشكال، فهذا أمر أو هذا شخص يخشى عليه في كل التصرفات مع جميع الجهات المعنوية والحسية. ولذلك إذا أردنا أن نعالج فعلا مشكلة التأخر في السداد لأي جهة، لأنه ما دمت عليك دين فالدائن لك مستعبد لك وأنت عبد الله، إذن ينبغي أن تتخلص من هذه العبودية. الذي لا يريد أن يتخلص من هذه العبودية عنده قابلية إذن للاستعباد. فلذلك قلت كما ذكرت بداية الأمر هذه ثقافة، فالإنسان الذي يشعر بحريته فعلا ويعتز بها ويرفض أن تكون جهة ما تدينه بأي دين، هذا الإنسان عنده إذن ثقافة، عنده خلق، عنده خلق لا يسمح له ولا يرخص له في أن يمر أمام شخص أو وكالة أو جهة وهو مثقل بأوزار الدين. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حارب هذا الخلق في المؤمنين، لأنه يريد أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمع المؤمنين مجتمعا عزيزا ما في شيء دليل. ولذلك حرم الاستدانة في غير حاجة شرعية. ما عندكش حق تمشي تطلب كريدي أو دين وأنت لست محتاجا، يعني ليست هنالك ضرورة ولا حاجة حقيقية لهذا الأمر، وإنما هي الشهوة، التغيير من أجل التغيير، الاستهلاك من أجل الاستهلاك غير المتوازن غير المشروع. أنت ستدخل نفسك إذن في جحيم حياتك كلها، وذلك الذي سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدين الضلع. وأعوذ بك من ضلع الدين، من دعاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. يعني كل هذه العبارات متقاربة في المعنى، ترجع إلى نفسية واحدة وهي نفسية الذلة. والدين الضلع يعني شبه بالأضلاع، لأن الضلع عندنا منحنية عوجة. والمقصود بالدين الضلع يعني الدين عوج، وهو الدين الذي إذا سددته ينفتح من جهة أخرى. لما؟ لأنك تسد الدين بدين، ماشي كتسد الدين بما تنتج. هذا شيء عجيب ومهم، وأنت عابد لله حينما تسد الدين بما تنتج بعملك وعرق جبينك. أما حينما تسد الدين بدين فقد وقعت في الدين الضلع، وهذا صعب سدوه. كيولي حياة، يعني طبيعة حياة الإنسان هكذا كديمة، يعيش حياته كلها ديون تغرقه حتى يصير من الغارمين. وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، لأن الإنسان إذا غلبه الدين فقد غلبه الناس بعد ذلك. هذا الأمر قلت مرجعه إذن هذه الثقافة الاستهلاكية غير المتوازنة. وليس عبثا، ليس عبثا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام امتنع أن يصلي على الذي مات وعليه دين. جاء واحد الصحابي يدفن في المقبرة فسأل عليه الصلاة والسلام الذين جاءوا به بهذه الجنازة، قال: أعلى صاحبكم دين؟ قالوا: لا يا رسول الله. لا، فصلى عليه. وجيء بجنازة أخرى فقال: أعلى صاحبكم دين؟ قالوا: نعم، وقد كان عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. وتأخر عنه عليه الصلاة والسلام ورفض أن يصلي عليه، حتى تقدم أبو قتادة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله دينه علي. فقال: الآن. وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني
حكم تربوي، تربوي قاسي جدا نعم، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل أن يقضي نهائيا على هذا الخلق المتهاون الذي يجعل الناس يستدينون من أجل لا شيء. راجع الملفات ديال السلفات ديالك، يعني أي سلف منها فعلا كنت في حقيقة الأمر في حاجة اجتماعية أو تجارية أو ما شابه ذلك إليه، ولا يمكنك إلا أن تصنعه ستجد. هذه حياتنا، نجد أن كثيرا من الديون فقط تغيير التلفزيون بتلفزيون جديد، تغيير الصالون بصالون جديد، تغيير من أجل التغيير، رغم أن الوظيفة التي يؤديها القديم هي عين الوظيفة التي يؤديها الجديد. وقد سبق كلامنا أنه نعم إذا تجوزت الوظائف ونتجت حاجات جديدة فلك أن تصير إلى الحاجات الجديدة ما دامت هذه الحاجات مشروعة. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه الحديث السابق الذي ذكرناه في صحيح البخاري، وصح عنه عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي وابن ماجه والطبراني وغيرهم في حديث صحيح مسند إليه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. ما عندكش الحق، هذا كلام يعني حقيقة، هو يعني فيه نوع من المجاز لكنه يفضي إلى حقيقة. ما عندكش الحق تموت وعليك الديون، ما عندكش الحق، بمعنى أنه ينبغي أن تنهج سياسة اقتصادية اجتماعية في حياتك حتى تموت بلا دين. يعني هذا المعنى هو يشبه إلى حد بعيد يعني وصية يعقوب لبنيه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تموت إلا وأنت قد قضيت حاجات الناس وحقوق الناس، لا يتبعك أحد بمسألته يوم القيامة إذ استطعنا أن نصل إلى هذا الخلق. فإننا بإذن الله جل وعلا سنتعامل مع جميع الطاقات، مع البيئة كلها، الماء والهواء والشمس والنبات والشجر وكل شيء، سنتعامل بخلق المسلم المؤاخي لذلك الشيء. الماء غيولي خوك، سيصبح الماء أخا لك كما الشجر كما النبات، لا تستطيع أن تؤذيه، لا تستطيع أن تدمره، بل سيصير لك عليه من الشفقة والرأفة ما يكون للأم على ولدها. أقول هذه الثقافة وهذا العلاج الحقيقي الناجع لمثل هذا الخلق الذي يأسى ويأسف عليه المدبرون للماء والمدبرون لكل أمور الحياة التي حولنا. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. تب علينا لنتوب إنك أنت التواب الرحيم، تب علينا لنتوب إنك أنت التواب الرحيم، تب علينا لنتوب إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المبذرين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المبذرين المسرفين، ونعوذ بك أن نكون من أهل البخل والسحت، ونعوذ بك أن نكون من أهل الشح. اللهم إنا نعوذ بك من الصرف، اللهم إنا نعوذ بك من البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أدخلنا في رحمتك برحمتك مع أنبيائك وأوليائك الصالحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا أكرم المسؤول ويا خير مامول، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت، نسألك يا مولانا أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا ونور أبصارنا وبصائرنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أسرارها وأنوارها أن تجعلنا في حفظك وفي رعايتك وفي أمانك وجوارك يا من يجير ولا يجار عليه. سبحانك رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، نسألك الحفظ من بين أيدينا ومن خلفنا، ونسألك السداد والرشاد في القول والفعل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اقض دين المدينين برحمتك، اللهم اقض دين المدينين بفضلك ورحمتك، اللهم اقض دين المدينين بفضلك ورحمتك. اللهم يا رب اكشف الغمة عن كل مكروب، وداوي كل مجروح، وشافي كل مريض وسقيم وعليل، يا كافي شافي سبحانك. نسألك العفو والعافية في ديننا وفي أبداننا وفي دنيانا وفي أخرانا، في أموالنا وأبنائنا وأهلينا أجمعين. اللهم احفظ ملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم احفظه كما تحفظ به أولياءك وأهلك
أهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظه اللهم من بين يديه ومن خلفه، واجعل له سلطانا من لدنك نصيرا، واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن، أنبته اللهم نباتا حسنا، واجعله من الصالحين المصلحين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيد الولين والآخرين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.